ورجعنا تاني لحضراتكم من الفاصل، ودلوقتي انا بحضر طماطميه فريش علشان يعني هنقطعها كده تقطيعات جوليان، التقطيعات اللي هي الصوابع العاديه دي، بحيث ان انا لما احطها كده تنزل لي بقى المزازه واللذاذه اللي في الطماطميه، وتحبش الاكله وتديها بقى كده ايه روح، تدي الاكله بتاعتنا روح. دلوقتي بقى هنشوف ايه اللي حصل معانا بالظبط. واو جامدة جدا. هننزل بقى دلوقتي بالطماطم، شايفين؟ اكلة عالية قوي، الوان وشكل وبرزنتيشن وقوة وطاقة وباور وليلة بيضة بإذن الله. ننزل بقى دلوقتي بالرز في البصلية اللي بقت بني مع الزبيب ومع الحركات. ريحة الزبدة جامدة جدا جدا. ننزل بالرز كده ونديله تقليبة. يا سلام يا سلام. هنجيب بقى المية عشان نسقي الرز. لو عندك شوربة شغال، بس يعني لو هي شوربة دسمة قوي زي الشوربة بتاعت اللحمة السمينة، خليها في التلاجة مثلا يوم وبعدين ارفعي الطبقة اللي على الوش دي، استخدميها في اي اكلة تانية. كفاية قوي علينا اللي هنا، عشان احنا عايزين نعلي الاداء، مش نجيبها ارض ارض كده. نزل كده بالجوانب دي وتقليبة خفيفة، ونسيبه بقى على نار هادية. ليه؟ عشان الرز ما بيتقلبش زي ما قلتلك يا حبيبتي. دلوقتي بقى هنلم الدنيا وارجع بقى عشان نعمل الحل. دلوقتي بقى احنا بنحضر للرز بلبن. اول حاجة عايزة لازم تكون جاهزة جدا جدا، يكون عندك حوالي نص كوباية رز مغسول من قبلها بربع ساعة عشان يكون كده ايه داب شوية، يعني بشنن كده. طبعا كل ست بيت عارفة يعني ايه بشنن. وبعدين هتسلقيه اوفر كوكد، هيستوي قوي هيتهري. وبعدين هننزل عليه كده كوباية كريمة دسمة كاملة الدسم، او لو قشطة بقى عندك شغال الكريمة واللبن والحاجات دي هتديله، والكريمه بالتحديد مش بس اللبن وتربطيه على طول، لا الكريمه كمان هتديله كده قوام كده وكثافه، هتخلي الموضوع يبقى تقيل ومغذي اكتر على فكره. يعني حاولي دايما انه شويه الميه اللي انت هتسلقي فيهم الرز من البدايه يكونوا قليلين، الرز يتشربهم تماما، وبعدين بقى ضيفي الكريمه اللي انت عاوزاها. ضفت الكريمه واللبن، هنضيف بقى السكر، حوالي نص كوباية سكر، والفانيليا، كده تمام. وهنسيبهم بقى يقصروا كده شوية. لو احتجتي تحطي معلقة نشا تدوبيها في شوية مية باردة مفيش أي مشاكل. بس على فكرة أكلة الرز بلبن دي ممكن تشتغل فطار لوحدها، يعني تبقى مجهزاها كده، وإحنا كمان هنحطه في الفرن مع شوية قشطة كده ومكسرات على الوش، هيطلع ضرب نار. ممكن تستخدميه كفطار قبل ما جوزك ينزل الشغل، تديله كده طاجن رز بلبن قشطة وبتاع وحركات ومكسرات، هيعمل معاه أحلى شغل وهيظبط دماغه ويظبط أداؤه طول اليوم، لأنه بدأ كده يومه بحاجة حلوة، حاجة مسكرة، حاجة لذيذة ومغذية. ما تنسيش أنه معظم الرجالة ما بيحبوش يشربوا لبن كده على الصبح، فطاجن الرز بلبن ده هيبقى كويس قوي قوي في منتهى الغذاء ومنتهى الإفادة، والكالسيوم هيجيب معاكي نتيجه كويسه قوي كده. ريحه الفانيليا بقى طلعت. هنضيف بقى كمان شويه جوز هند. جوز الهند مش بس ريحه وطعم، كمان فايده في منتهى الفايده، الزيوت اللي فيها، الماده الدهنيه، الجوز الهند مليان مليان فيتامين اي وفيتامين بي 12، ومليان حاجات جميله جدا جدا. الغذاء اللي جوه ثمره جوز الهند لو الناس يعرفوه بجد هيدخلوه حتى معاهم والله في السلطات، في الشرب، في الحلويات، ما حدش هيقدر يستغنى عن الثمره دي. دلوقتي شايفين القوام؟
القوام بتاع الرز من قبل ما نديله معلقه النشا. عندي بوله معلقه نشا، النشا بيتفك على البارد، شويه ميه بارده، شويه صغيرين قوي، وهنديهم تقليبه كده، لانه النشا لما بينزل في السخن بيكلكع. يعني انت مجرد ما تحطي معلقه النشا في حاجه سخنه خلاص هتفضل هي نفس المعلقه تعمل لك كوره كده، فانت لا هتستفيدي ولا الاكله نفسها هتستفاد، لكن النشا هيظبط لي قوام الرز بلبن بقى وهيخليه 10 على 10 وكمان حلو قوي كده. ممكن تستخدمي كاستر بلونه الوردي الحلو ده، هيبقى برده 10 على 10. دلوقتي مع السخونيه النشا هيربط بسرعه بالشكل ده، شايفة كده بقى اللي هيشتغل معايا ايه؟ دي المغرفة دي، جميل جدا جدا. ممكن على فكرة لو انت بقى عايزة تعلي القيمة الغذائية قوي وتخليه بقى طاجن رز بلبن من الاخر، تضيفي عسل ابيض لو عندك، ولو انت عايزه تضيفي عسل، لكن السكر هيعمل لي هو نفس الباور ونفس الطعم السويت الحلو. يعني هو كده تمام التمام. دلوقتي بقى هنضيفه في الطواجن، طواجن الفخار دي اللي هي او لو عندك طواجن بورسلين، بس انا بحب بصراحه الرز بلبن في الفخار، بيديله كده طعم اصاله كده، بحس الحنين بتاع زمان. الله كده، كمان واحد ليكي وواحد ليه، سوا تتجنن. ريحة جوز الهند لوحديها من المكسرات العطرية، يعني انت ممكن تستغني عن الفانيليا كمان في حالة ان انت حطيتي جوز هند. دلوقتي بقى مع كمية القشطة اللي فيه دي هنضيف له شوية جوز هند تاني على الوش بالشكل ده، وزبيب، العنب، واللوز. اللوز والمكسرات من الحاجات اللي انا بعشقها، يعني ممكن كده وانا قاعده كده اتامل واسرح بخيالي ممكن اخلص لي نص كيلو من غير ما احس. وبعدين اخر حاجه خالص عشان الوش هنديله بقى كده رشه كريمه لباني على الوش. الله يا سلام. وهتحطيه في الفرن، هتشغلي عليه الشوايه والفرن اصلا هيبقى سخن. ليه قلتي لي ليه؟ عشان اصلا الرز بلبن مستوي. وهنسيبه على الشوايه ياخد الوش لحد ما نبتدي نقدم الاطباق. البقدونس التاتش النهائي لاي طبق ضرب نار. واو الله جامد جدا جدا، بقت حته اكله في الجون فعلا. لما اقول لك ليلتك هنا تبقى ليلتك هنا. وادي كمان الرز نديله كده تقليبه خفيفه بنفس المعلقه اللي فيها بقى الجريفي، اللي فيها الجوسي بتاع كل الحاجات اللي طلعت دي. يعني حلو قوي. دلوقتي بقى هنحط المزاليكيا في طبقها. هوبا، شايفين؟ تجنن، حلوة جدا، وريحة بقى جايبة من أول الشارع. منديل، و
ونمسحه مسحة خفيفة، وبعدين بقى نديله السحر، الرشة النهائية، رشة البقدونس. بقدونس بيتكلم على الطبق. يا سلام. هنيجي بقى دلوقتي عشان نقدم الرز. تعالى يا حاج رز. رز بالخلطة، رز بالزبيب، ما افورناش فيه قوي. الرز بالخلطة في العموم ممكن نديله كبدة متقطعة منسيه زي البيف المنسيه، يعني متقطعة كده قريب شوية من اللي هو الكبدة الاسكندراني. بس مادام خلاص يعني الأكلة بتاعتك غنية فوق ما انت عايزة، يعني فوق العادة، ف يعني عشان نحافظ على الكوست وعشان نحافظ على البرزنتيشن نفسه. الله يجنن. ودلوقتي بقى هنطلع الرز بلبن من الفرن. وادي الرز بلبن ابو قشطه. ليلتكم قشطه، نشوفكم بعدين.